جيش الاحتلال يشن غارة جوية على منطقة الكولا بالعاصمة بيروت للمرة الأولى. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. موجة من الهجمات الروسية بالمسيرات تستهدف كييف وموسكو، تعترض مسيرتين في بلغرود. العاشرة صباحا السابع بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي آيات عبد اللطيف. لك آيات. شكرا دعاء وأهلا بحضراتكم. وإلى التفاصيل، أعلن التلفزيون اللبناني أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على منطقة الكولا بالعاصمة بيروت لأول مرة. وأوضح التلفزيون اللبناني أن هناك أنباء عن استشهاد 4 أشخاص في الغارات حتى الآن. كان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأنه سمعوا دويا انفجارا، فيما شهد دخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه للمرة الأولى تم استهداف مخيم البس قرب صور بغارة، مما أدى إلى سقوط إصابات. يأتي ذلك فيما غار طيران الاحتلال المسير على سيارة قرب بلدة أرزون، مما أسفر عن وقوع إصابات. كما سقط شهداء من طواقم المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية بعد استهداف مركز الهيئة في البقاع الغربي. على وقع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على قرى ومدن الجنوب اللبناني، فرت مئات العائلات من الضاحية الجنوبية لبيروت وسط حالة إرباك وهلع، فيما تواجه الملاجئ اكتظاظا غير مسبوق، ما دفعهم لافتراش الشوارع والشواطئ. إلى بيروت لجأوا، وعلى طرقها وشواطئها افترشوا، متخذين من أرصفتها مسكنا بعد أن ضيق عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهم الخناق حتى بات البقاء اختيارا بين الحياة والموت. فعلى طول الطرق المؤدية إلى العاصمة تظهر مئات العائلات في طوابير طويلة سيرا على الأقدام، حاملين أطفالهم الرضع وما يمكنهم حمله من ممتلكات، ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في العراء بدون ملجأ ولا مأوى. أنا مريضة سكر، بركت في الأرض، لا بأحسن أطلع أجيب أولادي من بيتي ولا بأحسن أمشي، يعني شلون المنظر ما بعرف، أصيح من تحت والضرب فوقنا. يعني نحن بس بدنا شي مكان آمن، نحن منا طالبين شي، لا بدنا لبس ولا بدنا معونة ولا بدنا أكل ولا بدنا شرب، بس بدنا شي نبرك هالأولاد وما يخافوا. وسط حالة من الهلع والاضطراب فرت مئات العائلات اللبنانية من الضاحية الجنوبية على وقع غارات الاحتلال المكثفة، لتضطر بعد جولة غير مثمرة حول الملاجئ المكتظة في المدارس للجوء إلى الساحات العامة والشواطئ أو حتى في سياراتهم بعد أن ضاقت بهم الأرض. قاعدين بأمان الله في المين ببيته، قاعدين ما بنسمع اليوم إلا ضربوا طريق المطار، وقت صار الضرب عم بنا الأولاد، هيدا صار يبكي، هذيك صارت تبكي، الأولاد تعرف شو فينا وصار يبكوا، بدنا ننزل من البيوت إجباري. كنا بنطلعهم شوي، طلعنا على طريق المطار وجينا لهون. وفي حين يبدو الإخلاء القسري لسكان الضواحي الجنوبية مألوفا، حيث عايش الآلاف منهم عدوان الاحتلال الأخير على الجنوب عام 2006، إلا أن المخاوف من الأسوأ يتصاعد في نفوس هذه العائلات بالتوازي مع توسيع الاحتلال من حدة وكثافة عدوانه على كامل البلاد. أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن الوضع في لبنان صعب للغاية، وخاصة على الأطفال الذين يدفعون أغلى ثمن في تلك الظروف، وموضحا أن المنظمة تتواجد ميدانيا سواء في لبنان أو غزة، وتحاول بكل استطاعتها تقديم المساعدات والتواصل مع كل الأطراف لمحاولة الوصول إلى وقف للأعمال العدائية.
قال متحدث اليونيسف إنهم بدأوا منذ الأيام الأولى للنزاع في تحريك الإمدادات المهمة كنوع من التجهيز، والتي بلغت نحو 100 طن من المواد الطبية، ويجري توزيع الأساسيات على النازحين وتوفير أقصى ما يمكن توفيره، خاصة من مساعدات منقذة للحياة تضم أساسيات المعيشة. يعيش الأهالي في مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الخوف والقلق بسبب تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. هنا في مدينة طرابلس اللبنانية يعيش الأهالي حالة من الخوف والقلق من مصير مجهول قد ينتظرهم في خضم تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان. يتساءلون إلى أين تتجه بلادهم، ويترقبون ما يحمله لهم المستقبل بعد أسبوع دام على لبنان تلقى خلاله آلاف الضربات الصاروخية والغارات الإسرائيلية في أوسع اجتياح جوي إسرائيلي منذ حرب عام 2006. هلا عملنا شي 70 سنة، ومن الحرب 58 لهلا ما شفنا يوم منيح. لوين رايح البلد؟ رايح على خراب البلد. الله يستر هالشعب وخلي هالشعب يا رب، ويهدي بالن يا رب بجاه الرسول. يعني وين رايحين؟ رايحين على أسوأ. والله بالوقت الحاضر ما في تصور، ما في تصور، لأنه كل وارد. هلا إذا شنت حرب إسرائيل وبيجتاحين، وين رايحين ما حدا بيعرف، وين هنروح ما حدا بيعرف، لأنه اجتياح إسرائيل بده يكلفها كتير ويكلفنا كتير. يعني هذا العالم بيضل الغارات العنيفة التي تركزت خصوصا في الضاحية الجنوبية أحدثت دويا هائلا تردد صداه في العاصمة بيروت ومحيطها، وأثار حالة من الرعب والهلع لدى السكان الذين هرع العديد منهم إلى الشوارع. البلد رايحة على دمار وعلى هوا، هل هو بدك تجي مضبوط؟ من لما يعني من 20 سنة بنقول من لما مات رفيق الحريري لهلا البلد خربت. فالله يهدي الأحوال، الله يرحمه ويرحم كل الشهداء، والله يهدي الأحوال. يأتي ذلك وسط موجات نزوح كبيرة إلى المدينة التي لا تزال بمنأى عن القصف، مما جعلها ملاذا مؤقتا للفارين من مناطق الخطر. كشفت الأزمات التي تمر بها المنطقة كشفت عجز المجتمع الدولي عن الحفاظ على السلام العالمي، وكذلك ازدواجية المعايير من جانب الأمم المتحدة وذراعها التنفيذي مجلس الأمن الدولي. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان كشفت بوضوح عجز المجتمع الدولي عن الحفاظ على السلام العالمي، وكذلك ازدواجية في المعايير من جانب الأمم المتحدة وذراعها التنفيذي مجلس الأمن الدولي. مصر ومنذ بداية تلك الأزمات دعت مرارا إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وأكدت الحاجة الملحة لهذه الخطوة، خاصة في ظل تنامي التهديدات العالمية التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وكشفت أزمة غزة ولبنان بوضوح عجز النظام الدولي في هيكله الراهن على الاطلاع بمهامه في أعلاء قيم العدالة والإنصاف. فعلى مدار عام ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فشلت الأمم المتحدة بشكل واضح ومجلس الأمن الدولي في فرض سلطة القانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي أو إرغامه عن وقف التدهور الكارثي في الأوضاع الإنسانية في القطاع جراء الحصار المتواصل. ومع دخول لبنان دوامة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، لم يتمكن المجتمع الدولي أيضا من إجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي واحترام وحدة وسيادة أراضي الدول، وفشلت الدعوات الدولية المتكررة في وقف هذا التصعيد. وبحسب مراقبين، فقد عكست الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة
بين مختلف قادة الدول، عكست عجز هؤلاء القادة عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إذ لم تنصع دولة الاحتلال لأي من الدعوات الغربية للتهدئة في غزة ولبنان. ومع تصاعد حدة الأزمات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تبرز أهمية إصلاح الحوكمة الدولية وتمكين المؤسسات الأممية من الاطلاع بمسؤولياتها. وأصبحت الأزمات المركبة التي يشهدها العالم تفرض أهمية وجود منظومة دولية فعالة لمواجهة تلك الأزمات التي يصعب مواجهتها من قبل دول منفردة، وتأسيس نظام دولي قائم على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الدول. استشهد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين، فيما قصفت المقاتلات الإسرائيلية مركبة بمدينة أو شمال غربي خان يونس جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد 2 آخرين. استشهدت امرأة وطفلها في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، مما أدى لاستشهاد امرأة وطفلها الرضيع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 5 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلدتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، أكد على أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باعتبارها آلية هامة للنهوض بالصناعة المصرية ولحل مشاكلها. وخلال ترأسه للاجتماع السابع للمجموعة، أعلن وزير الصناعة أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية. كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية. عقدت وزيرة التنمية المحلية دكتورة منى العوض اجتماعا موسعا مع دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنتدى الحضري العالمي يعد ثاني أهم فعالية دولية على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، وأهم منصة دولية معنية بقضايا التنمية الحضرية والعمرانية بالعالم، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية لخروج المنتدى بالشكل اللائق لمصر. We'll be right back.
ترأس وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف. تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من تحسن في أحوال الشركة القابضة للري والصرف خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ عدة إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت 600 مليون جنيه، مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني ومحافظ الأقصر عبد المطلب مندوح اجتماعا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. وأشدد وزير الإسكان على الالتزام الصارم بالإجراءات القياسية لتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بمختلف مراحلها، مؤكدا الالتزام بالمعايير الدولية لجودة المياه المنتجة والفحص الدوري لعينات المياه من المآخذ والمحطات والشبكات. كما تابع وزير الإسكان ومحافظ الأقصر موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من 9 مشروعات لمياه الشرب و17 مشروعا للصرف الصحي. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن الرئيس السيسي جدد مطالبته للحوار الوطني بإلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، وذلك في ظل تطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم. كما أعلن رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني استجاب لدعوة الرئيس السيسي وأكد بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية. كما أعلن منسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار سيناقش ويحدد في اجتماعه المقرر اليوم الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما أعلن أن مجلس الأمناء سيقوم برفع توصية الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه مناسباً. وفي ضوء حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي، فقد سلط الضوء على جهود الدولة لتقديم دعم للمواطنين، لا سيما من خلال أوجه الدعم المباشر والتي تشمل دعم السلع الأساسية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
جهود كبيرة بذلتها الدولة من أجل إصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، وذلك بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه. المزيد نتابعه في هذا العرض مع كريم الخولي. مشاهدينا أهلا بحضرتكم. شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولا تدريجيا من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمواطنين، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، وذلك بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكن مع الالتزام باستمرار الدعم. وقد رجحت العديد من الخبرات الدولية التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني السلعي، وذلك نتيجة لعدم فعالية السياسات المطبقة والخاصة بالدعم العيني في محاربة الفقر، حيث لم تسهم فعليا في خفض معدلات الفقر، كما أنه لا يمكن اختزال الحماية الاجتماعية في برامج المساعدات الاجتماعية وحدها، هذا بخلاف ما تتمتع به منظومة الدعم النقدي من مزايا عديدة، أهمها ضبط هيكل الإنفاق العام والمصروفات للدولة. وفي هذا الإطار عملت الدولة على وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك سعيا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي، فعملت على زيادة قيمة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة والتي يستفيد منها نحو 63.3 مليون مستفيد، حتى أنه استحوذ على نسبة 33.3% من قيمة الدعم بالموازنة. كما عملت الدولة أيضا على تحسين أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ومضاعفة أعداد الأسر المستفيدة وزيادة مخصصات برامج المنح والحماية الاجتماعية، مع استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وضمن برامج الدعم النقدي المشروط لتعزيز الحماية الاجتماعية، أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة كمبادرة منها لتحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية، واستهدف البرنامج في البداية الأسرة الفقيرة والتي لديها أطفال أقل من 18 عام، فأصبح يغطي في البداية نحو 510 ألاف مستفيد عام 2016، وأصبح في عام 2024 يغطي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا. وتم أيضا زيادة الفئات المالية للمستفيدين. بجانب ذلك توسعت الدولة في مبادرات توفير السلع المخفضة للمواطنين عبر المنافذ الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية والشوادر والسلاسل التجارية، مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس وكلنا واحد. وفي ذات الإطار تواصل الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى ريف حياة كريمة، والذي تم إطلاق المرحلة التمهيدية منه في يناير عام 2019 بهدف تطوير القرى الأكثر فقرا، والذي يستهدف تنمية 4584 قرية تقع في 175 مركزا و20 محافظة، ويستفيد من مشروعاتها نحو 58 مليون مواطن بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين. إلى جانب ذلك أيضا عملت الدولة على إطلاق البرنامج القومي الحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. وتوسعت مساهمات المجتمع المدني بالاشتراك مع جهود الدولة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مختلف الأصعدة، كما تم بجهود مشتركة المساهمة في مبادرات توفير تجهيزات الزواج وسجون بلا غارمين ورعاية ذوي القدرات الخاصة وتوفير سكن كريم، والإعلان عن منح منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة.
كما عملت الدولة أيضا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، زيادة الإنفاق عليهما من أجل الارتقاء بجودتهما وتوفيرهما بشكل لائق. واتصالا بذلك أطلقت الدولة منظومة للخبز وأخرى للتموين، حيث وصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9 مليون مستفيد و 63.3 مليون مستفيد من منظومة التموين في موازنة العام المالي 2022-2023. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا مختصرا عن جهود الدولة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً. شكراً لكم على المتابعة. استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصاً على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بشرة سارة للجميع. وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث ستتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة. وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على جميع منافذ مؤسسة حياة كريمة بأنحاء الجمهورية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وسط إشادة كبيرة من قبل المواطنين. وتعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 12 آخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي ناحية عزبات أبو ركبة بقرية بني رافع بمركز منفلوط. تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت موجة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت كييف، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في صد الهجوم والدفاع عن المدينة. أفاد الجيش الأوكراني بأن جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على كييف ربما تم تدميرها بواسطة أنظمة دفاعية، مؤكدة أن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل بأوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بلغرود خلال الليل. قالت الوزارة إنه خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة مختلفة ضد أهداف على الأراضي الروسية. تحدث نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 كامالا هاريس، تحدث منافسها الجمهوري دونالد ترامب لإجراء مناظرات أخرى، موضحة خلال تجمع جماهيري في لاس فيغاس أنه للشعب الأمريكي الحق في الاستماع للمرشحين وهم يناقشون بعض القضايا. وفي شأن آخر، تعهدت هاريس بدعم ضحايا العاصفة التي سببها إعصار هيلين، معربة عن تضامنها مع المجتمعات المتضررة.
وصلنا لنهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يشن غارة جوية على منطقة الكولا في العاصمة بيروت للمرة الأولى. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. موجة من الهجمات الروسية بالمسيرات تستهدف كييف، وموسكو تعترض مسيرتين في بلغراد. ودوما مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحيات زميلاتي دعاء جدر الحق، وتحياتي أنا أيضا عبد اللطيف.